في سيراميكا فنيه انا كنت عايز اتكلم فيها. يعني سيراميكا لم يستثمر في الشوط الثاني، كان عنده فرصه ان ينهي اللقاء. وفي لقاءات، في رايي انا، لقاءات لما تلعب ضد الزمالك والاهلي المفروض لا تامن ابدا النتيجه بفرق الهدف ده، لان الفرق دي بالجماهير بتاعتها بتقدر كتير جدا تشد الفريق مهما كان الفريق مرهق. فرقه سيراميكا فرقه حلوه قوي، انا عاجبني قوي الشغل اللي عندهم، لعيبه كوره جامده قوي بصراحه. كابتن ايمن رمادي في رايي انا عمل شوط اول سيء، ولكن في الشوط الثاني رغم ان هو يعتبر اتراجع عليه في النتيجه 2-0 كان هو تغييراته كانت الافضل. تعال نشوف ده حتى في يلا بينا في يعني المحاولات بتاعه الفريقين والحاجات دي. مثلا محاولات الزمالك، هي طبعا هي العمود هنا مش عالي قوي، لان الارقام لو نبص معمول العمود 0.5 يعني 0.5 10 15، فالرقم اللي موجود من الدقيقه 30 ل 45 ده رقم يخض على فكره. يعني العمود ما بيوصلش اصلا ل 11 و12 فرصه ده ابدا في ربع ساعه. التوقيت ده كان توقيت قوي جدا للزمالك. لو نبص كده الزمالك بدا يتراجع في الشوط الثاني على عدد المحاولات، الى ان عمل الزمالك تغييراته بنزول زياد كمال. في رايي انا التغيير ده اتاخر جدا، تغيير زياد كمال وتغيير نضاي اتاخر جدا الزمالك فيهم وجوميز، ولكن صلحوا من احوال الزمالك في القدره على استرجاع الكوره. عكس بقى محاولات سيراميكا كليوباترا اللي هي كانت في الشوط الثاني اتحسنت. نشوف الصوره اللي بعديها، سيراميكا كليوباترا بعد، خلي بالك العمود ممكن يبقى طول شويه عشان المعيار هنا من 5، الراس هناك كانت 15، بس سيراميكا كليوباترا في الشوط الثاني كان في بدايه اللقاء هو الاخطر. في بدايه الشوط الثاني من الدقيقه 45 للدقيقه 60، من الدقيقه 60 ل 75 كان هو الاخطر، لكن لم يستثمر التوقيت ده. تغييرات كابتن ايمن رمادي بنزول توني كانت مميزه على فكره، والوقت ده وقع خط النص جدا من الزمالك لغايه لما الزمالك دفع بزياد كمال مكان دونجا، ثم التغيير الافضل كانت الدفع بنضاي. علشان الزمالك كان بيفتقد مصطفى شلبي ناحيه الشمال، بيفتقده كانسايد بيكمل، الراجل فتح الخط وواقف، لا الراجل راح حاطط مصطفى شلبي اشبه براس حرب عشان يشغل مدافعين سيراميكا ويستفاد من قدره نضاي في التكمله، ودي اللي ظهرت جدا في الهدف الثاني لما هنيجي نشرحه لما نيجي نتكلم على عبد الله السعيد. لا تواجد نضاي، تواجد اوباما، التكمله الهجوميه خلف مدافعين سيراميكا كليوباترا كانت مهمه جدا للزمالك، افتقدها جدا في بدايه الشوط الثاني لغايه لما الزمالك عمل تغييراته. فايمن الرمادي رغم انه قدم شوط اول سيء جدا وظهر ده في عدد المحاولات اللي الزمالك حاولها في نهايه الشوط الاول، ولكن طلع بالنتيجه لصالحه في الشوط الثاني اللي هو يعتبر اتراجع عليه من 1-0 2-1 يستقبل هدفين، كان هو لمده حوالي 70 يعني من الدقيقه 45 للدقيقه مثلا حاجه و70 لم يكن الزمالك ينبئ ان هو هيسجل، لكن جت بقى قيمه عبد الله السعيد اللي ممكن نبقى نتكلم عنه لوحده يعني. طيب